وبعضنا منطقه حسن. الآن الموفق من يكتشف موهبته من صغره، أو يرزقه الله تعالى بمربي يكتشف له موهبته ويقول له أنت موهوب بكذا، ثم ينمي له موهبته، ثم يفسح له مجالا ليخرج موهبته، ثم ينطلق ينفع نفسه وينفع الآخرين. أنتم كلكم موهوبون، احذر أن تستخدم موهبتك في شيء يضر أو في شيء تافه. واحد صوته جميل، ممكن أن يستخدم الصوت الجميل في قصائد راقية، في أناشيد نبيلة، في أغاني وطنية، في أغاني فيها قيم وفضائل، ممكن، وممكن أن يستخدم هذا الصوت في نشر الرذيلة والفاحشة، وممكن أن يستخدم هذا الصوت في أشياء تافهة لا قيمة لها أبدا، ما هيك؟ في إنسان بيننا ما شاء الله موهوب بعلاقاته الاجتماعية، هلا في أخ بيننا على جواله في 2000 رقم، وبالعيد قبل أيام بعت رسائل للـ2000، ما شاء الله بيحب هيك التواصل مع الناس. هلا بالمقابل في واحد ما اتصل بالعيد بأحد أبدا أبدا أبدا، حتى من اتصل به أو أرسل له رسالة بتلاقي يقول لك يا الله هلا شو بدي أنا أكتب له، باينة يعني كل عام وأنت بخير، ليش عم يبعث لي كل عام وأنت بخير؟ بيننا أناس هيك طبيعته منعزل، هيك بحب الانعزال. وفي بيننا أناس ما شاء الله يحب العلاقات الاجتماعية، يقيم علاقات اجتماعية، تجده إذا طلع بالسرفيس بيضرب صحبة مع من هو على يمينه أو يساره، إذا ركب بالتاكسي أخذ رقم سوفير التاكسي وأعطاه رقمه، هيك طبيعته. يعني ما شاء الله أصحابه كثر، زملائه كثر، جيرانه علاقته معهم جيدة. هذه الصلات الاجتماعية ممكن أن يستخدمها في أمر نبيل وخير، ممكن أن يستخدمها في الدعوة إلى الله، في نفع الخلق، في الدلالة على العلم النافع، في الدلالة على العمل الصالح. ولا تأخذني ممكن أن يستخدمها في أشياء ضارة، بحيث هو يتواصل مع هؤلاء الناس فقط من أجل أن يدعوهم إلى محرمات أو يدعونه إلى محرمات، أو يدعوهم إلى ما فيه ضرر ويدعونه إلى ما فيه ضرر. ممكن أن يستخدمها في شيء لا قيمة له أصلا. فكل واحد فينا موهوب، بس أنت بدك بحاجة أن تعرف موهبتك وتنمي هذه الموهبة وتستخدمها فيما ينفع حتى تسعد وتسعد.